الفراغات اللي بتبقى موجودة ما بين الأسنان دي بتعمل مشكلتين. أول مشكلة إن هو بيبقى الشكل ما بيبقاش الجمالي حاجة حلوة. حاجة تانية إن هي بتعمل التهابات في اللثة، لأن إحنا لما بيبقى فيه فراغ ما بين أسناننا وبنيجي ناكل أو نمضغ الأكل بيدوس على اللثة فبيعمل لها التهابات، جيوب ومشاكل وريحة وحشة. عشان كده لازم تتحل. تتحل بإيه بقى؟ تتحل حلول كتير. أول حاجة التقويم، لو إحنا السنان حجمها كويس وشكلها كويس بنحلها عن طريق التقويم. طب لو المشكلة إن السنان هي أصلا حجمها صغير ومحتاجة تكبر فبنحلها عن طريق التركيبات التجميلية. هو السنان يعني واقفة جنب بعض بتمسك بعض، أوكي؟ أنا لو أنا مش موجودة اللي جنبي واللي جنبي هياخد مكاني، ده بالظبط زي الاسنان، واللي فوق هينزل لتحت لو انا موجوده تحت، ولو انا فوق اللي تحت هيطلع لفوق. فانسب حال ان احنا لما نخلع او نفقد ضرس او سنه لازم يتعوض. يتعوض بقى بكوبري اللي هو البريدج، يتعوض بامبلانت اللي هو الزرع، لازم يتعوض.